السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد وهذا المرة مع حصيلة محترفين المغاربة. وبالمختصر المفيد غادي نهضروا على سفيان أمرابط، ياسين بونو، نصر مزراوي، عبد الصمد الزازولي، إبراهيم دياز، شادي رياض، سفيان الرحيمي والقائمة تطول. وكذلك عندنا واحد الخبر مهم جدا على المنتخب الوطني المغربي. إذا بلا ما نطول عليكم ويلا نبداو على بركة الله. والبداية كنحب بدا تكون مع الحارس ديالنا بونو ياسين اللي بعد سلسلة من الكلين شيت، تحديدا دوز 41 يوم بلا ما يدخل عليه حتى شي بيج، ولكن البارح للأسف تمارك عليه في الماتش اللي كان ضد نادي الطائي. وباش نكونوا واقعيين، ياسين كيتحمل مسؤوليه هذا الهدف بكل امانه. المهم غادي نجيبوا اللقطه من الاول ونديروا لها التحليل بالتفصيل ولكم واسع النظر. فكما كيبان هنا بعد عندنا نادي الطائي كانوا خاسرين بهدف اللي صفر، وحنا دابا راه في الدقيقه الخامسه من زمن وقت بدل الضائع من الشوط الاول. فإلى لاحظتوا معايا مزيان الوقيته اللي فريق الطائي كان كيحاول يخترق فيها دفاعات الهلال، ياسين بونو كان واقف تحديدا على الخط، بمعنى التمركز ديالو هنايا كان صح. ووقتاش غادي يرتكب بونو الخطا هي في هذه اللحظه اللي غادي يزيد فيها خطوه للامام، فاش كان صحاب لي بان خطوره الطائي قلت نسبيا مع سقوط هذا اللاعب. وغنعاود مره اخرى نرجع لكم اللقطه باش تركزوا معايا مزيان، لان هي اللي طالع عليها الفيلم. يعني هذا الوقيته اللي سقط فيها هذا اللاعب وتم افتكاك الكره منه، بونو زاد خطوه للامام لانه غالبا كان كيسحب ليه الكره فاسترجع الهلال تمت السيطره عليها، الا انها مشات عند الخصم تحديدا عند اللاعب السعودي طارق محمد اللي من لمسه واحده غفل بها بونو واستغل التقدم ديالو على المرمى ومباشره بوم فرابها وكيسجل هذا. ومن هذه الزاويه الخلفيه غادي يبان لكم بان ياسين كومازاج ديك الخطوه للامام ما كانش غادي يتمارك عليه هذا الهدف نهائيا. زائد حتى هذا المدافع للامانه حجب لك شويه الرؤيه على ياسين، وبين قوسين انا هنايا راه ما كنقلبش ليه على الاعذار. المهم في الاول والاخير اي حارس كما كان كيتمارك عليه اهداف بحال هذا الشكل او اكثر كاع عادي جدا راه كتوقع، وياسين بونو كيبقى دائما ياسين بونو الرقم واحد. واللي عجبني ايضا هما المشجعين ديال الهلال الفريق الحقيقيين اشادوا لك بالمغربي ياسين واعتبروا بان هذه اللقطه عاديه جدا وكتوقع لاي حارس. المهم بعد هذا الماتش طلع المدرب الهلال في الندوه الصحفيه وانتقد ياسين انتقاد بناء، فاش كان عطى الراي ديالو على الهدف وقال بان بحال هذا البيت ما خاصوش نهائيا يتمارك على حارس بحجم وقيمه الدوري المغربي ياسين، ولكن في المقابل كما قلنا راه مره كتوقع. المهم ياسين في هذا الماتش كان تحصل على تقييم 7.7، وحاليا نادي الهلال متصدر جدول الترتيب ب 44 نقطه. ومن ياسين بونو انتقل مباشره الى مغاربه ريال بيتيز مع الزازولي عبد الصمد ورياض شادي اللي كان عنده ماتش كبير ضد المانيغيرا مدريد اللي كيلعب فيها اللاعب الاخر دياز عبد القادر ابراهيم، اللي هذا الاخر صراحه عطى واحد الاسيست ناضي ديال الهدف اللي كان في الدقيقه 53. هنا دياز كما كيبان متمركز في المساحه بدون اي مراقبه تذكر، ثم ايضا هنا كيستلم الكره تحت الضغط اللي كان مطبق عليه من الخلف من طرف اللاعب الخصم، ورغم ذلك وفي ثواني معدودات الدقه مع سرعه اخذ القرار المحلي كيلعب بيلينغهام اللي اساسا هو اللي كيلعب معاه الباس في الاول داخل او كيتوغل لعمق منطقه الجزاء، وبالسين ديال القدم وبالخاطر كيحط لك الباس بنقيله ثم الاستقبال يا سلام بالصدر وببروساج خفيف كيبيض لك الحارس البرتغالي روي سيلفا. وهذا البيت طبعا ما كيتحملش فيه شادي رياض المسؤوليه نهائيا، لان رياض هنا كان بعيد لك على اللاعب بيلينغهام، زائد اثناء الهجمه كان مكلف بمراقبه الكرواتي لوكا مودريتش. وبين قوسين شادي رياض ما شاء الله عليه قدم مباراه في المستوى ومؤخرا حكم لك الرسميه ديالو داخل الفريق. اما بالنسبه لعبد الصمد الزازولي فللامانه دار ماتش متوسط، ماشي هذا هو عبد الصمد اللي كنعرفوه، كنا كمغاربه كنتمناو بوم ينفجر في هذا الماتش ولكن ما كتبش. وبالمناسبه كانت عنده واحد الحاله جدليه في الدقيقه 41 بحيث كاين اللي كيقول هنا بان عبد الصمد كان كيستحق ضربه الجزاء، واذا رايناها من زاويه اخرى غادي نلقاو فيها شويه ديال الشك، لان اللاعب لوكاس فاسكيز ما لعبلكش هنا على الكره. ثانيا الرجل ديالو اعاقت المغربي بطريقه غير شرعيه اللي خلاته يفقد التوازن، وهنا في الاول والاخير كتبقى السلطه تقديريه للحكم اللي شاف بانها ما فيهاش ضربه جزاء. المهم بالنسبه للتقييم عندك شادي رياض تحصل على تقييم 7.2، عبد الصمد للاسف خدا اقل تقييم اللي هو 7.3، اما ابراهيم دياز 7.3. ومن اسبانيا انتقلوا مباشره الى المانيا تحديدا مع الدولي المغربي الاخر نصر مزراوي اللي مبدئيا بعدا باش نحطوا النقاط فوق الحروف، راه نصر مؤخرا كان في وعكه صحيه وما كيتدربش وما كيلعبش مع الفريق، واليوم كانت عنده اول مباراه بعد ما تشافى من الالام اللي كان كيعاني منها على مستوى المعده، لذلك اليوم شفنا المستوى ديال المتوسط في الماتش اللي كان ضد انتراكت فرانكفورت واللي خسروا فيها بنتيجه 5 أهداف لهدف، نتيجه ثقيله بزاف صراحه. وللتوضيح ماشي غير نصر اللي ما كانش في المستوى ديالو، راه بايرن ميونخ باكملها كانت في الباي باي. المهم المدرب توماس قاسحراس بعد ما كان خاسر في الميطه الاولى ب 3-1 خرج ليك نصر بين الشوطين وماشي غير هو بوحده، كذلك خرج ليك الكندي الفونسو ديفيز، ورغم ذلك طوخيل كما قلنا خسر ب5 أهداف لهدف. واللي بالي شخصيا وهو مزراوي نصر باقي ما كانش جاهز لهذا الماتش بعد ديك الوعكه الصحيه اللي كان مر بها مؤخرا، وغادي نشوفوا دابا هذه المساله عمليا. مثلا عندك لقطه الهدف الاول فاش كان المغربي بغى يدكاجي الكره للاسف ما مشاش كما بغاها، الابعاد كان هنا خاطئ واللي كما كيبان لكم تحطات قدام لاعب الخصم، وبعد الدربك اللي كانت في منطقه الجزاء كيتمارك الهدف. ايضا لقطه الهدف الثاني واش كتفقوا معايا بان نصر هناك كان عليه يكون اكثر شراسه واكثر سرعه ويمشي
يجي يضغط على المهاجم الفرنسي إيريك جونيور دينا أبيمبي، لأن الخطوات ديالو هنا كانت متثاقلة. وللتوضيح أنا راه هنا راه ما كنحملش الهدف طبعا لنصر مزراوي، الخطأ كيتحملو بدرجة أولى الحارس نوير اللي كان في الباي باي في هذا الماتش، وكذلك ألفونسو ديفيز ودايوش أوباميكانو. فقط بغيت نبين لكم بأن مزراوي في الحالة الطبيعية ديالو غادي يكون إيجابي هنا في الضغط على حامل الكرة. أما الهدف الثالث لاحظوا معايا مزيان اللاعب السويدي هيغو لارسن اللي عنده 19 سنة فقط، كيفاش غادي يهرب على الطرف الأيسر ويلعب مور ظهر المدافع أوباميكانو، ثم في آخر مطاف كيسجل هدف. ونفس البلان وقع عاوتاني بأن النصر سبرينت ديالو كان ناقص مقارنة مع السويدي، بحيث كان عليه يرجع بسرعة ويدير زيادة العددية في الخلف ويحمي كذلك ظهر المدافع أوباميكانو. ومرة أخرى أنا هنا راه ما كنحملش الهدف لنصر مزراوي، غير باش نكون واضحين هذا الخطأ كيبقى خطأ مشترك. المهم دوزو للتقييم ديال مزراوي نصر اللي كان تحصل في هذا الماتش على 5.9، وعادي جدا اللاعب مرة ما يكونش في نهارو. زائد مزراوي كيبقى معذور بحكم أنه كان مريض ما عندوش إصابة، لأنه كان فرق كبير بزاف بين المرض والإصابة، بمعنى المرض كينهك الجسم بالكامل وكيخلي عندك إعياء عكس الإصابة تماما. أما سفيان أمرابط فصراحة كيبقى فيه بزاف مع هذا مانشستر يونايتد اللي نهار انتقل لنادي كبير طاح في فريق كيعاني الأمرين. للأسف اليوم الشياطين الحمر في قلب ملعب الأوترافورد وأمام جماهيرهم خسروا بثلاثة أهداف لصفر ضد نادي بورمونش اللي كيحتلوا المركز 13 في جدول الترتيب. واخا هذه الخسارة أمرابط سفيان دار اللي عليه وتقاتل كالعادة، ولكن للأسف الظروف اللي كيعيش فيها حاليا النادي ما مساعدهش المغربي باش يعطي أفضل ما عنده. المهم المغربي كيلعب 90 دقيقة كاملة وتحصل على تقييم 7.2، وحاليا النادي مانشستر يونايتد كيحتل المركز السادس ب 27 نقطة، وفي حالة ما غدا إن شاء الله ربحت نيوكاسل فغادي ينزلوا للمركز السابع. والآن نمر مباشرة مع الدولي المغربي الأخ صوفيا رحيمي اللي في كل أسبوع كيتألق مع نادي العين الإمارات، وهذه المرة حط ليك واحد الكفرة عالمية لصقة في الزاوية 90 اللي معشش فيها إبليس العين، واللي كان جاب بها هدف التعادل ضد نادي كلباء. صراحة هدف جميل وخلاب كما كيبان لكم بالواضح، وحتى المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو ما فهم والو، وراه واضح من ردة الفعل ديالو. تقييم رحيمي هو 7.1. ودابا بغيت نختم معاكم بواحد السؤال اللي كيتطرح عليا بزاف في التعليق أو عبر رسائل في الخاص، اللي هو وقتاش لاعب المنتخب المغربي غادي يدخلوا في معسكر إعدادي استعدادا لبطولة الكان. فحسب صحيفة العربي الجديد اللي ديما كتجيب أغلب الأخبار لاصقة على المنتخب، قالوا من مصادرهم بأن المدرب وليد الركراكي عدل برنامج المعسكر اللي كان مقرر يكون في الأول ديال شهر يناير وحولوا إلى 26 دجنبر. لماذا؟ لأن الركراكي بغى يستغل أطول فترة ممكنة في الاستعدادات، وهذه الاستعدادات إن شاء الله غادي تكون على مرحلتين. الأولى غادي تكون من 26 دجنبر إلى الأول من شهر يناير، واللي غادي تكون بإذن الله بمركز محمد السادس لكرة القدم. أما المرحلة الثانية غادي تكون من 2 يناير إلى 13 من نفس الشهر، وهذه المرة غادي تكون بإحدى الدول الإفريقية القريبة من الكوت ديفوار، وغنلعبوا فيها كذلك مباراتين وديتين. وهذا كان بالمختصر المفيد البلان ديال معسكر المنتخب، وحتى لنا غادي نقول لكم صافي وصلنا للختام، وخير الكلام ما قل ودل، وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.